فهمت يا حوده اللي قلته لك ولا عيد تاني؟ عيب يا سليم بيه، بس سعادتك يعني هعطر عليه في انهي ده يا زناتي ده؟ في قهوه في اول الشارع بتاع الاسم، هتلاقي زناتي متلقح فيه على نص النهار كده، هو متعود يروح هناك كل يوم من ايام ما كنت انا في الاسم ده. خلي عينك عليه، ولما يروح القهوه تبعت اتنين من صبيانك، بس تكون مال ايدك منهم، تروحوا وتقعدوا جنبه في ترابيزه قريبه من زناتي. مهم قوي يا حوده انه يحس انهم عادي ومش قاصدين يتكلموا جنبه. طب انا اعمل لك ايه بس يعني؟ ما انت اللي غشيم، في حد يقفل التليفون فتره طويله كده؟ انا خايف لا يكون البطاريه ملحت ولا يكون دايره الشحن حصل لها حاجه، وخايف اكتر واكتر لا يكون الحاجه اللي في العده دي طارت. طارت يا غدا على نهار اسود. طب افرض الكلام ده ما لفقش معايا سعادتك. مستحيل. زلاتي مفيش حاجة تحميه غير الفيديو ده، ومن غيره لطفي ارميه رمية الكلاب. طب مش يمكن الفيديو ده مش معايا يا ابني؟ ربنا عرفوه بالعقل يا شيخ صالح. ايه اللي يخلي لطفي يستحمل قرف الواد ده الا اذا كان كاسر عينه؟ انا كنت مخلي حوده يراقبه، وهو لسه قايل قدامك ان الناس بتتقابل كتير، وزلاتي بنت عليه نعمة ملهاش تفسير. وبعدين زلاتي ده واد شمال وانا عارفه كويس، اكيد خد موبايل زياد الله يرحمه بعد ما مات وعمال يلعب بيه لطفي. ايوه يا سليم بيه، بس جايز برضك ينفض للكلمتين اللي سمعهم وما ياخدش بيهم. ما يقدرش يا ابراهيم، الشك مش هيخليه ينام، الخوف هيخليه يروح يطمن على الكارت الوحيد اللي مأمنه لا يكون راح منه. لازم يروح يتأكد ان الفيديو لسه موجود، وساعتها هيفتح التليفون، وانا مش عايز منه اكتر من كده.